عليكم، لاباس عليكم، بخير، صحة لاباس. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الكيك فريمون توب توب ديال لي كيك، فريمون رائعة بزاف عاد. الوغ ما نطولوش، عندي هنايا بواطة ديال ديال الفرماج، انا استعملت هنا فيلادلفيا. عندي 20 غرام ديال النشا، 20 غرام ديال النشا. عندي 20 غرام ديال 30 غرام ديال السكر سنيدة، هنايا طحنتها مع واحد 50 غرام ديال اللوز. هيا تقدروا ديروهم فرقين، طحنوا اللوز بوحدو وعاد ديروا السنيدة. انايا طحنتهم بجوج باش ديك السنيدة ترقاق ليا. جوج صفار تاع البيض، وغادي نديرهم دي بولات ونحطهم في الطاوة تاع في المول. خلطو مزيان، الى شفتوها هكا بقات جارية ليكم زيدو شوية تاع اللوز، هذا على حساب الحجم تاع الصفار تاع البيض. دونك هنايا انا لقيتها باقا جارية، زدت شوية اللوز وزدت معلقة ديال النشا هكذا. صافي، وغندير دي بولات ونحطهم في المول، ندور المول، غنخلي الاسباس بيناتهم هكذا. هكذا نحطهم في المول كامل وندوزو نصاوبو لو كيك. دونك هنايا بالنسبه لو كيك عندي 6 ديال البياض تاع البيض مطربين ثلج، وعندي 4 ديال الصفار تاع البيض لان جوج درناهم هنا. دونك 4 غنطربهم مع 30 غرام ديال السكر سنيده غير بالفوي، و 20 غرام ديال النشا، 20 غرام ديال الدقيق، و 20 غرام ديال الكاكاو، ومعلقه ديال لافاني، وخنيشه ديال الخميره ديال 7 غرام. هلا غادي نضيف الدقيق والخميره والنشا والكاكاو، وغادي نضيف 50 غرام ديال الشوكولاط مذوب، 50 غرام ديال الشوكولاط مذوب، اي بغيت اي شوكولا بغيتو، اولي ولا نواغ اللي بغيتو. فوالا، وغادي نبدا نضيف في البلون اون نيج. داك البياض تاع البيض غادي نبدا نضيف فيه ونخلط مزيان في الاول حتى تولي ليا الخليط خفيف، وعاد نبدا نضيف الاخر بشويه بشويه، ونخويه فوق الكيك، فوق هاد لي بول هكا كده. صافي غنخويه فوق هاد الخليط، صافي، وغادي نديرو في الفران مسخن على 200 درجة، وغادي غير نخشيه ونقص الفران على 170 درجة، ونتلاقاو ان شاء الله من يخرج لنا الكيك. دونك لو كيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران خليته برد شي شويه،
نحيدو هاد لو بابي اللي لصقنا في الاول. فوالا هاكا عاودو قلبوه. فوالا وعندي واحد لا غاناش اللي مصوبه ب 100 غرام ديال الشكلاط على 50 غرام ديال الكريمه. غادي نسلوها هكذا من الفوق، نسرحوها على الوجه. فوالا غادي ناخذ شويه تاع اللوز مهرمش اولا افيلي اللي عندكم، رشوه هكذا غير شي شويه ما تكتروش. هكذا وتنحصلوا على ان كيك بهذا الشكل. هذا فريمون رائع بزاف عدد لو كيك. غنخليه حتى يبرد وعاد غنقطعو باش تشوفوه من الوسط كيفاش داير. دونك الكيك ديالنا هي هادي، فوالا تيكونوا لي بولات ديال اللوز هكذا. فوالا وبالصحة والراحة.